أسعدتم بالخير مشاهدين الكرام في كل مكان، فأهلا وسهلا بكم إلى نشرة إخبارية من قناة المكلة المحلية، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. المقاومة الجنوبية تحبط هجوم وفادي للميليشيا الحوثي وتتقدم نحو العمق الحدودي شمال غرب الضالع. الهلال الأحمر الإماراتي يقدم أجهزة إلكترونية لكلية الهندسة بالعاصمة عدن. تباطؤ الإنجاز في مشاريع إعادة تأهيل وصيانة الطرقات بالمكلا. أهلا بكم. ونبدأ من الضالع، حيث أعلنت قوات المقاومة الجنوبية سيطرتها على مواقع لميليشيا الحوثي في العمق الشمالي بمحافظة الضالع بعد إحباط هجوم مفاجئ لميليشيات الحوثية المستغلة للتضاريس الجبلية الوعرة في المنطقة، حيث اقتحمت قوات المقاومة الجنوبية كافة المواقع العسكرية وتمكنت من إحكام سيطرتها على المديريات الحدودية على جبهة شمال غرب الضالع. وأحرزت المقاومة الجنوبية صباح اليوم تقدما ميداني دون غطاء جوي، واقتحمت مدينة الفاخر داخل العمق الحدودي مع محافظة إب. وقال المتحدث الرسمي باسم جبهة الضالع أن القوات الجنوبية وضعت أقدامها في عمق محافظة إب في تقدم ميداني ملحوظ لتأمين محافظة الضالع والمناطق الحدودية بشكل كامل. وأفادت المصادر أن وحدات من قوات اللواء 30 مدرع مسنودة بوحدات من اللواء الأول صاعقة، وقوات من الحزام الأمني وأبطال المقاومة الشعبية في قعطبة توغلوا إلى المديريات الحدودية، وتم اقتحام الضاحية الشرقية لمدينة الفاخر وسط اشتداد المعارك في شوارع المدينة. هذا وتجرى عمليات التمشيط للمواقع المحررة وملاحقات لفلول ميليشيا الحوثي الهاربة، كما تقوم وحدة نزع الألغام بإزالة الألغام المضادة للدروع والأفراد المزروعة على الخط الرئيسي الحدودي بين الضالع وإب. وفي العاصمة عدن، عقدت الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اجتماعها الدوري برئاسة مساعد الأمين العام الأستاذ فضل محمد الجعدي، وناقش الاجتماع الاستعدادات الجارية للاحتفال بعيد ثورة 14 من أكتوبر التي ستحل الأسبوع المقبل، وما يتضمنه برنامج الاحتفال من فعاليات سياسية وثقافية وفنية ورياضية ووطنية. واستعرض رؤساء دوائر الأمانة تقاريرهم النهائية حول برنامج الاحتفال تزامنا مع العيد الوطني للجنوبيين وما يحمله من دلالات وطنية وسياسية على مستوى الجنوب. ووقف الاجتماع أمام جملة من المواضيع المدرجة على جدول أعماله وتقارير الإنجاز الخاصة بعمل دوائر الأمانة خلال الأسبوع الماضي. قدمت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالعاصمة عدن عددا من أجهزة الكمبيوتر والأدوات المكتبية لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عيدروس قاسم الزبيدي، حيث تم تسليم عمادة الكلية عدد من أجهزة الكمبيوتر والطابعات وتوابعها. ويأتي هذا الدعم المقدم للكلية في إطار الاهتمامات التي توليها قيادة المجلس الانتقالي للنهوض بالمستوى التعليمي والأكاديمي في مختلف كليات الجامعة. من جانبه أعرب عميد كلية الاقتصاد عن شكره وتقديره لقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي على تعاونهم في توفير بعض احتياجات الكلية. تسلمت كلية الهندسة بجامعة عدن عددا من أجهزة الكمبيوتر والطابعات والمستلزمات الإلكترونية مقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. وخلال عملية التسليم شكر القائم بأعمال رئيس الجامعة الدكتور محمد العطاس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ممثلة بالهلال الأحمر الإماراتي لدعمها لجامعة عدن بهذه الأجهزة الإلكترونية الحديثة، مؤكدا بأن هذه الهبة ناتج عن عمق العلاقة الأخوية العريقة التي تربط دولة الإمارات بمدينة عدن، مؤكدا أن هذا البرنامج الخيري سيشمل عدد من كليات الجامعة. بدوره أشاد عميد كلية الهندسة الدكتور صالح مبارك بأن هذا الدعم سيمنح الكلية قفزة نوعية في العمل الأكاديمي والإداري، معبرا عن امتنانه باستلام هذه المساعدات التي من شأنها حل جزئي من احتياجات الكلية.
وفي ساحل حضرموت تفقد مدير الإدارة العامة للأمن والشرطة العميد منير التميمي بمعية المدير العام لمكتب الأشغال العامة دكتور محمد باخلعة مبنى مركز شرطة الديس ومكافحة المخدرات سابقا. وخلال زيارة أوضحا المديران التميمي وباخلعة أن مبنى شرطة الديس ومكافحة المخدرات سابقا سيكون مخصص لحل جميع مشاكل الأراضي، حيث سيتم إنشاء إدارة تضم مندوبين عن العقار والأشغال العامة. كما أكد العميد التميمي أن الأجهزة الأمنية ستكون سندا للعقار والأشغال من خلال مساعدتهم في القيام بواجباتهم على أكمل وجه وفقا للقانون، مشيرا بأن مشاكل الأراضي تؤرق الأجهزة الأمنية. بلغت إجمالي القضايا والبلاغات التي تلقاها أمن مديرية المكلا خلال شهر سبتمبر الماضي من العام الجاري 101 بلاغ، حيث تم معالجة 91 منها وسجلت 10 بلاغات ضد مجهولة. وكذا تم ضبط 119 مشتبه به على ذمة القضايا السابقة. وتحت القضايا السرقة المرتبة الأولى بعدد 27 بلاغ، ثم تليها جريمة الإيذاء الجسماني بعدد 23 بلاغ، والاعتداء على أرض بعدد 10 بلاغات. ناقش مدير عام مكتب وزارة الصحة والسكان بساحل حضرموت الدكتور رياض الجريري مع منسق برنامج الرعاية بعد الإسقاط بمنظمة ماريس توبس أوجه الدعم المقدم لبرنامج وأنشطة الصحة الإنجابية في المرافق الصحية بالمحافظة، حيث تم مناقشة عدد من التحديات التي تواجه الصحة الإنجابية والأنشطة والبرامج المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية تجهيز غرف الشفط الآمن في المستشفيات وتنفيذ دورات تدريبية للطواقم الطبية العاملة، مثمنا الدعم الذي قدمته المنظمة خلال الفترة الماضية في دعم البرامج الصحية. من جانبها أوضحت منسقة برنامج الرعاية بمنظمة ماريس توبس أن المنظمة تسعى دائما إلى تقديم الخدمات للأم والطفل في عموم مديريات المحافظة عبر حزمة من البرامج التي يتم تنفيذها بالشراكة مع مكتب الصحة. عقدت السلطة المحلية بمديرية مدينة المكلا اجتماعها التنسيقي الثاني للمكاتب الخدمية المعنية بتذليل الصعوبات أمام تنفيذ أعمال المشاريع التي تمولها المنظمة الدولية UNOPS وكذلك المشاريع الحكومية بمدينة المكلا. وتم في الاجتماع استعراض المحضر السابق والوقوف على إيجاد الحلول الفورية والسريعة للإشكاليات المتعلقة بالكهرباء والمياه والتي تعيق سير العمل بمشروع إعادة تأهيل كورنيش 60 الجاري العمل فيه. كما تم بالاجتماع التعرف على العراقيل التي تعترض تنفيذ مشروع الرصف بمنطقة السدد بديس المكلا، وكذا مشروع سفلتة الشارع الرئيسي بجوار منطقة الخزان. فيما أكدت السلطة المحلية بالمكلا أنه تم التنسيق مع إدارة المرور لتوفير الحوش المطلوب لتجميع السيارات التالفة والخردوات الموجودة بمواقع العمل والتي تشكل عائق رئيسي أمام تنفيذ العمل بتلك المواقع. وناشدت السلطة المحلية بالمكلا المواطنين والأسر التي ترتاد كورنيش 60 بعدم التواجد أو الجلوس بالمواقع التي تنفذ بها الأعمال. تتواصل في الوقت الحالي العمل في إعادة تأهيل وصيانة الطرقات بمدينة المكلا بعد سنوات الإهمال التي طالتها، ويجري العمل حاليا في الطريق الرابط بين الجسر الصيني إلى أمبيخة مرورا بحي 40 شقة بمدينة المكلا بتمويل من البنك الدولي. ورجح ناشطون عبر تغريدات في وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن أسباب الازدحام في موقع العمل يعود إلى عدم اختيار الأوقات المناسبة للعمل، كما أن المشروع لم يستهدف الأسباب الرئيسية في إتلاف طبقات الإسفلت نتيجة لطفح المجاري المتكررة، الأمر الذي ينذر بعودة المشكلة مجددا، معبرين عن استيائهم من نسبة الإنجاز في المشروع البطيئة. استقبلت اللجنة المشرفة على المهرجان الوطني للمسرح النصوص المسرحية المقدمة من مختلف المحافظات المشاركة في مهرجان المسرح الثاني الذي سيقام في مدينة المكلا. وأكد وزير الثقافة مروان دماج أن مدينة المكلا ستحتضن المهرجان الثقافي الكبير في نسخته الثانية والذي يقام بالتعاون بين وزارة الثقافة اليمنية والهيئة العربية للمسرح في الشارقة، موضحا أن السلطات المحلية أنهت أعمال إعادة تأهيل المسرح الوطني في مدينة المكلا والذي ستقام عليه العروض المسرحية التي ستقررها اللجنة من مختلف محافظات الجمهورية.
وكانت العاصمة عدن قد احتضنت المهرجان الوطني للمسرح في نسخته الأولى، واستقر قرار لجنة المهرجان على إقامة النسخة الثانية في النصف الأخير من ديسمبر القادم بالمكلا. أعلنت المؤسسة العامة للكهرباء بساحل حضرموت للمقاولين وأصحاب المؤسسات الخدمية والشركات عن رغبتها في إنزال مناقصة رقم 8 للعام الجاري، حيث تختص المناقصة بتنفيذ أعمال الربط السكني والتجاري لمناطق ساحل حضرموت. ونوهت المؤسسة الراغبين في الدخول إلى المناقصة التقدم إلى سكرتارية المناقصات بمؤسسة الكهرباء وقت الدوام الرسمي للحصول على الوثائق اللازمة وتعبئتها. وننهي أخبارنا من مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت، حيث اختتم المكتب برنامجه التدريبي لدورة بناء قدرات العاملين والمتطوعين في المساحات الصديقة للطفل. وتأتي هذه الدورة الممولة من منظمة اليونسيف للطفولة لطرح النظام التشغيلي للدعم النفسي بالمستوى الأول والثاني بمكوناتها المختلفة، والمشارك بها حوالي 116 متدرب ومتدربة من كافة مديريات ومناطق ساحل حضرموت، والبالغ عددها 11 مديرية. هذا وتخلل حفل الاختتام عدد من الفقرات والفعاليات المختلفة، كما ألقيت بالحفل عدد من الكلمات التحفيزية التي ألقاها مجموعة من المدربين والمتدربين، والذين أشاروا إلى أهمية البرنامج التدريبي الذي يسهم في تطوير القدرات وتنمية المهارات للعاملين والمهتمين بمجال الطفولة. وتم نهاية الحفل توزيع الشهادات التكريمية لكل المشاركين والمدربين بالدورة. نهاية النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. المقاومة الجنوبية تحبط هجوم وفاد للميليشيا الحوثي وتتقدم نحو العمق الحدودي شمال غرب الضالع. الهلال الأحمر الإماراتي يقدم أجهزة إلكترونية لكلية الهندسة بالعاصمة عدن. تباطؤ الإنجاز في مشاريع إعادة تأهيل وصيانة الطرقات بالمكلا. سيدات وسادة، هذه كانت نشرة الأخبار قدمناها لكم من قناة المكلا المحلية. إلى اللقاء.